وها قد حلت العشر الأواخر فبادر ثم بادر ثم بادر وإن قصرت في ثلثيه فانهض وقم وانصب وشد لها المآزر ففيها ليلة يا صاح خير لنا من ألف شهر في الشعائر وفيها ثم فيها ثم فيها لنا ما لا يعد من البشائر فيا سعد الذي قام احتسابا وإيمانا بأن الله غافر فيا سعد الذي قام احتسابا وإيمانا بأن الله غافر.